مبدئيا انا طبعا برحب بالكابتن مصطفي عبده وكابتن حازم خالد وفخوره جدا ان انا يعني بتكلم في البرنامج بتاع الكابتن مصطفي عبده وطبعا ساعات كتير جدا بفتكر بالايام الحلوه اللي كنا بنقضيها مع بعض كان انا وحازم والكابتن مصطفي عبده وكانت ايام حلوه والله وظريفه وكنا يعني اصحاب. بس وفي حاجه طبعا انا افتكرتها يعني تملي بفتكرها كان ساعه ماتش الاهلي والزمالك لما الاهلي كسب الزمالك 4 2 كان الاهلي الاول كان خسران 2 1 طبعا انا كنت لسه مخطوبه مع انا وحازم وكنت قاعده في البيت زعلانه وبتاع ومش عايز حد يكلمني وبابا كان شايفني انا متضايقه وبعدين كان تحت عرف ان الاهلي كسب طلع قاعد يحييني جهان الاهلي كسب مبروك فرحت وكان فرحان جدا فطبعا بفتكر اللحظه دي ببقى قوي هو حازم بيحب الاهلي قوي يعني بيحب النادي الاهلي قوي فكان ما بيعترضش على اي حاجه يعني أي, اي حد يقول له اي حاجه في الملعب مثلا يعني يلعب الناحيه دي يلعب يلعب في اي في اي, في أي مكان كان بيلعب في مكانش يعترض وعمره ما كان بيقول لا على, على حاجه. بس يعني هو وكان بيتمرن كويس بتاع مفيش فيش اي مشاكل بالنسبه له يعني حازم زميلي كنا في الكليه مع بعض وفي سكشن واحد فطبعا تعرفت عليه يعني وكان يعني بنذاكر بنذاكر مع, مع بعض وبنخرج مع بعض بس فكان كان بيجي الكليه وعلى طول بيخلص الكليه ويجي على النادي يتمرن وبعد ما يتمرن كان يمشي على طول برضو ويجي يذاكر معايا طبعا حازم ده جوزي طبعا و... ويعني و... وكل حاجه في دنيتي يعني وطبعا اتمنى ان اعيش العمر كله معاه الحمد لله ربنا وفقه وكرمه والناس كلها بتحبه وعيلته كلها بتحبه و...